الهدف الثالث اللاعب بلال عطية، الكابتن أسامة بيتكلم عنك كلام كتير. بلال واحد من الهدافين في هداف بطولة الجمهورية 2008، واحد من اللعيبة اللي النهارده بيلعب مع 2007. بلال مليون مبروك على الهدف، مليون مبروك على البطولة. باباك قاعد طول الماتش عمال يدعي عشان يعني تنزل وتيجي هدف، النهارده بتكافئ مدربك، بتكافئ الجميع بهدف جميل يا بلال. الحمد لله، الله يبارك فيك كابتن فاروق محمود، واشكر ربنا طبعا. انا كنت حاسس قبل الماتش ان انا هنزل واجيب جون، وبحب اشكر بابايا ومامتي واخواتي طبعا اللي واقفين جنبي، واشكر الكابتن اسامه والكابتن تامر حفني والكابتن ايهاب ان هم ساعدوني وساعدونا 2007، والفرقه كلها رجاله وكانت على قلب راجل واحد النهارده، واللي قاعدين بره كانوا قلبهم كويس على جوه الملعب، والحمد لله المكسب يعني. كابتن اسامه حسني بيقول لي بلال ابن برنامج الاشبال، دايما بنتكلم عليه، دايما بنسلط الضوء على بلال، وانت دايما يا بلال ما بتخذلناش، دايما بتكافئنا، بنشوف في الملعب اداء يعني رجوله، دايما حاجات متعودين عليها منك يا بلال. بشكر طبعا كابتن اسامه حسني وبرنامج الاشبال على طول، يعني ما بعمل حاجه كويسه بيتكلم عني وبحب اشكره، وان شاء الله اللي جاي افضل ويتكلموا عني تاني ان شاء الله. اتكلم عنك كتير يا بلال، ودايما تقول لي مثل الاعلى، انا عارف مين مثلك الاعلى، لكن انا عايزك تسمع ونسمع تاني، انا عارف مين مثلك الاعلى، مين مثلك الاعلى يا بلال؟ الكابتن محمود الخطيب. عايز تقول لي للكابتن الخطيب اللي النهارده وعبد الناس اتفرج عليكم النهارده وبيتفرج على المباراه وشايف الاستوديو، تقول لي للكابتن الخطيب؟ طبعا بحب اشكره ان هو مساعدنا في الناشئين هنا، بيوفر لنا كل حاجه، وان شاء الله هنقدم المزيد وهنفرحه ان شاء الله. اشكرك يا بلال. اشكرك كابتن فرح. كابتن اسامه واحد ايضا من فريق اللي